من اولها من العرض 35 متر، ثم بعد كده سته بيعملوا البلاطات اللي احنا شايفينهم النهارده، هم بيصدوا الكاميرات في الفاصل رقم 8 بتاع الفاصل. احنا استلمنا الموقع يا فندم في مارس، وبعد ما استلمنا الفاصل بدانا نجهز الموقع ونشيلنا العوائق الارضيه والعوائق البحريه اللي موجوده. ده ودي كميه المعدات اللي شاركت واللي شالت الارض. عملنا مسح وكشف استطلاعي على الاهداف اللي كانت موجوده، لان ان في 38 هدف هيعيقوا اعمال الانشاءات دي. فشلناها كلها من هذا النوع، ودي بعض الصور لهذه المواقع. المده دي خدنا فيها 45 يوم، شغلنا كله في المحطه يا فندم على التوازي، يعني ما بننتظرش، لان لا احنا بنخلص جزء ونبدا الثاني. بعد ما خلصنا الموقع وجهزناه ابدانا عمليه نقل الرمال. جلبنا الرمال من البحر، اخترنا مناطق معينه، اختبارات، نفذنا نقل، عملنا 10 مليون متر مكعب في 9 اشهر، وكان المخطط 12 شهر. نفذنا 1082 رحله كراكه، والكراكه بتشيل من حوالي من 30 ل 50 طن، 1000 طن، واستخدمنا المعدات دي كلها. ده سيادتك موقع 6% فقط كان ارض. بعد كده ده في اغسطس 20، في يناير 21 استكمل البناء كله بالكامل. بعد ما جلبنا سيادتك الرمال بدأنا في اعمال تحسين التربة. قسمنا الموقع كله 222 مربع وحط كل مربع 2500 متر، وبدأنا اعمال التحسين التربة على ثلاث مراحل. مرحلة المصارف الرئيسية، ودي قدام سيادتك مباشرة، وبعد كده مرحلة الدمج الاهتزازي، ودي اللي برضه هنا، ومرحلة الدمج السريع اللي هو اخر مرحلة. احنا سيادتك بدأنا في يوليو، مده تنفيذ 18، ان شاء الله هننهي في اكتوبر ده، وهيبقى برضه وفرنا شهرين في الاعمال دي في المساحه كلها. بعد كده سيادتك بننفذ اعمال العناصر الرئيسيه. احنا عندنا سيادتك ال 35 متر بننفذ فيهم اربع عناصر رئيسيه: الحائط الامامي والاساسات الدائريه والحوائط المفصله. دول اربع صفوف في ال 35 متر لحد عمق 36 متر، بتنتهي بالكاميرات ثم بالبلاطات. واحنا شغالين مخطط نهو ان شاء الله فبراير 22، ودي المعدات والاطوال اللي احنا نفذناها حتى الان في كافه الاعناصر. دي بعض الصور للعمال وهم بتشتغل والموقع، ودي اجمالي المعدات اللي استخدمت في المشروع. سيادتك واحنا بنشتغل اثناء فتره الانشاء تنسقنا مع كافه الجهات دي اللي في الدوله، وبدانا في ابريل الماضي ده ننسق مع كافه الجهات دي عشان موضوع التشغيل العام القادم. والتمويل زي ما سيادتك قلت الصبح النهارده كله مصري، برضه من الخزنه العامه المصريه. واحنا مش متعاطين مع البنوك، دي شركاء العمل كلهم مصريين. دار الهندسه سيادتك مصري، الشركه المصريه الشركه العماله الهندسيه الغربلي، شركه ايزك الدوليه للمقاولات، ودي بقيه الشركات اشتغل في الموقع حوالي 4345 مهندس وعامل وموظف ومشرف، وعملنا حوالي 6.5 مليون ساعه عمل حتى الان، وان شاء الله هنكمل. معانا برضو المشغل سي ام اي سي سي ام، ومعانا في كل الخطوات. تعاقدنا سيادتك على اوناش الرصيف مع شركه احدى الشركات الصينيه العملاقه، وتعاقدنا على اوناش ساحه مع احدى الشركات الالمانيه. سيادتك حاطين مخطط تدريب، هيكل تنظيمي بنهايه السنه هيكتمل، تدريب للناس بره، تدريب للناس جوه ان شاء الله. كل المخططات دي كلها بتتعمل بتزامن. ان شاء الله يا فندم تشرفنا السنه الجايه في تشغيل المحطه باذن الله.